طن للمتر الكوبي. خلصت ده محتاج بعد كده اطلع بيه الكيس المومنت والكيس اوف شيل. تعالى نطلع الكيس كيس اوف مومنت. انا عندي ده ازاي؟ عندك عباره عن سلم جديد في البحر بتاعه ال عليه 0.484 سنتر لاين خلاص. ادي المومنت بتاع العجله دي اللي هو بالسنتر لاين اللي هي ايه؟ في بي على ال تساوي 7.497 تساوي 6.91 متر. الحاجات دي بالنسبه للتناسب. خليكم كلكم شطار في الحاجات دي تعرفوا تقولوا. هطلع من هنا بهم لايف زائد الامباكت بتساوي 5.99.33 ليه ما عملناش بالله؟ براحتك انا شغال زي ما انا شغال. حاسس ان الضمير بيعذبني والله لما بشوفك بتحل في حاجه وانا بحل. لا عادي المشكله. انا بتكلم عشان اسهل عشان انت في الامتحان بس. على كده بقى كل حاجات مش هتفرق، حاجات كلها انت تفرق وتمشي زي ما انا ماشي كده. بس كان وانت طالما انت ماشي زي ما احنا ماشيين دي مش فارقه، خدت دي خدتها في النص مش هتفرق في حاجه. هي دي زي ما قلت لك في الاول السنه ان انا المفروض بجيب ماكسيموم شيء بحاجه اسمها ترايل. شغال كل ده محاولات. انا افضل اجرب لغايه ما اوصل ماكسيموم شيء. خلاص كده؟ اصل الفرق 3 من 10 ده مش هيزودك المومنت بالدرجه اللي انت بتتكلم فيها. بس. بعد كده مش اول عشان تعرف تقلع بعد كده تشيك هتشيك الكيس وشيل. ده الجين فانكشنال بتاع الشيل. في مشكلة كده؟ ده واحد ده 96. هطلع من هنا كيو لايف زائد الامباكت هتساوي ايه الغابات الكتير دي؟ سي 81.446 طن. المشكلة في الرياضة يا شباب؟ شايفك حاجة المسألة التاني؟ البيت. مش طبعا. لا في تاني؟ هي دي ترس. يعني بتعمل مرة وترجع تحلها ريل واي مرة. بتبقى تبقى ترس مرة. لا ما دي وود واي هتحلها تاني بس ترص ايه اللي هيفرق؟ تديله بس صح؟ تعالى هنا الحته دي بس مين؟ تجيب التراك بس ريل واي مش عارف قلت لازم يبقى عندي الريفرس صحيح. مش احنا اتفقنا ان انا عندي في التراس وان هنتكلم عنه السكشن الجاي هطلع فرشه في المنبر. طيب بس هتعوني يعني طيب ايه انا اتكلمت عيب عادي ليه مش عيب يعني انا هعمل دلوقتي هتحل دي بس التريبل تراك بس خلاص كده هتحلها تريبل تراك بس ايه الوي؟ لا ايه الوي صح؟ ايه الوي؟ هو تريبل تراك ده الوي؟ يا شباب انتوا نمتوا ولا ايه؟ تريبل تراك يعني ايه الوي؟ حلها ايه الوي؟ تريبل تراك انا اسف عملت عليه في المجال. تعالى بعد كده نكمل بقى كده المفروض السكشن خلص. نتكلم بقى عن حاجات ثانيه. انا ما عنديش مشكله ان مش محتاج الحاجات دي عن نادي الغياب ويتخرجوا.
خدها انت الخلافات دي لما انا اصمم البيت توب سيكشن ولا اصمم البيت توب سيكشن زي كده رقم واحد تشيك الشيل تشيك الشيل ده انا قلت لكم السكشن اللي فات حسبناه بالارقام وهيطلع مور سيف صح بس الدكتور عايزك تحسب له اشتراكات الكود بتاعك كده كنا بنهمله وانا ما بعتبرش الدكتور عايزك تحسبه برضه انت عشان تحتاجه بس عشان تطلع لي اشتراكات الكود اشتراكات الكود دي بتقول ايه؟ بتقول لك انت عندك في حالتين رقم واحد اف الدي ويب على الدي ويب كانت اقل من 45 جذر الاف فيل على الكي كيو خلاص؟ طب ايه الاف فيل؟ قال لك الاف فيل على حسب ستيل 44 ولا ستيل 52 طب لو ستيل 44 تبقى ب 82 63 في مشكله لغايه كده؟ في مشكله؟ ايه موضوع الكي كيو؟ الكي كيو ده ليه قانون هو فاكره ده قانون القانون بتاعه بيساوي 4 زائد 5 34% على مين؟ على ألفا سكوير بتساوي 5 34 هتقلي بس الرقم زائد 4 على الألفا سكوير امتى الكلام ده؟ انا الكلام ده لو انت عندك الالفا دي يبقى اقل منها بيساوي واحد والالفا دي اكبر من واحد. ايه الالفا دي اصلا؟ قال لك مش انا شغال بريت سيكشن بتحط بيلت اب سيكشن صح؟ مش يجي واحد دلوقتي يقول لك في التراس سيكشن هو التراس له بيلت اب اصلا؟ اه له بيلت اب بس هو مين؟ فوكس في الممبر مصمم قطاعات زي ما كنت مصمم في ستيل 1 بس القطاع بتاع التراس في ستيل 2 انا بركبه بعمله بيلت اب سيكشن بس ما بصممش بيلت اب سيكشن له طريقة تصميم تانية غير دي في مشكلة في الكلام ده؟ ده في حالة من الآخر في حالة البليل سيكشن مش التراس سيكشن هو في بيلت اب سيكشن التراس وبيلت اب سيكشن البليل احنا دلوقتي بنتكلم عن ده في حالة مين؟ البليل سيكشن خلاص كده يا شباب؟ طب الألفا دي بيساوي إيه؟ قال لك فاكر لما كان عندك المين جيرد وده الإن ولما طلع من هنا قيمة اسمها الدي دي كانت بتساوي إلا على 10 فاكرين الكلام ده؟ صح؟ اللي هو ارتفاع المنجر طب قلنا قلنا بقسم ال بتاعتك دي للكروز جلدر وقلنا قبل ما اقسم كروز جلدر قلنا بناخد طريقه سهله عشان ترسم ان انا بقسم مين؟ فيرتيكال ستيفنر صح؟ فباجي اقسم هنا فيرتيكال ستيفنر دي كده انا برسم فيرتيكال كل مسافة كام؟ اللي هي من 1.5 ل 1.8 سميها دي او دي داش زي ما انت عاوز تسميها خلاص اللي هي من 1.5 ل 1.8 اللي هي كنا بنقول بنقسمها بالعين كده خلاص؟ لا مش هي دي هنا في الريت ويت ده في خلاص يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى عندك الالفا دي بتساوي دي داش او دي واحد على الدي لو قلت لك تعالى من واحد اعرف القانون ده اكبر من اربعه في القانون ده في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ يبقى انت لو طلع عندك ان الاف دي الدي ويب على الدي ويب اقل من 45 على جذر الاف ال بالكي كيو في الحاله دي انا اقدر اقول ان كيو الاربو بتاعت الشيب بتاعتك بتساوي كام؟ 35% في الاف في في حالة ثانية قال لك الحالة رقم 2 اف الدي ويب على التي ويب أكبر من 45 على جذر الاف على التي كيو لو طلعت أكبر هعمل إيه؟ قال لك هطلع حاجة اسمها اللمضة كيو فاكتور تاني اسمه اللمضة كيو اللمضة كيو دي بتساوي الدي ويب على التي ويب على
الاف يلد على الكي كيو خلاص، وطلع معايا فكره اللامدا كيو. طب اللامدا كيو ليها رينج او ليها ليميتس، لكن اللامدا كيو لو كانت اقل من 8 من 10 واللامدا كيو لو اكبر من 8 من 10 واقل من 1 من 2 واللامدا كيو لو اكبر من 1 من 2. في الحالة الأولى هنقول إن الكيو انلابل بتاعت الشيك بتاعتك بتساوي 35% للفيل. في الحالة الثانية الكيو انلابل بتساوي 1.5 ناقص 0.85 لفظة كيو، وكل ده كده هنجيب في مين؟ 35% للفيل. لو كانت اللمضة كيو أكبر من 1.2 يبقى كيو اللابل بتساوي 9 من 10 على اللمضة كيو في 35% للفيل. مشكلة في الكلام ده؟